السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير وما خصكم تا خير. كما تتشوفوا جيت نشارك معكم واحد الجولة خفيفة ظريفة في محل ياباني ميميسو، الاخ بيال ميميسو لان كلهم تيتشابهوا في السميات وكذلك تيتشابهوا في المنتوجات. اللي تيعرف ميميسو غيعرف راه ميميسو نفس المنتوجات اللي كيجيب العاب الاطفال، مشايات، حقائب اليد، مواد تجميل وكذلك لوازم الميك اب من ليبغوس من الفرشات، يعني بزاف ديال الحوايج اللي زوينين كما تتشوفوا، حوايج غزالين وكيوت وصغيورين والالوان باهيه صراحه. كنتمنى الا كنتوا اول مره كتدخلوا لهاد القناه او تصادفتوا معها كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الاشعارات، وهكا تشجعوني بواحد اللايك او بتعليق. سر التشجيع ديالكم هو اللي تيخلونا دائما على تواصل ودائما تيكون هو سر الاستمرارية ديالنا. وفيما كاينه شي حاجة زوينة وشي حاجة كيوت وشي حاجة كتستحق المشاهدة وشي حاجة مفيدة كذلك نتقسمها، علاش لا. كنتمنى لكم فرجة وامتعة مع هذا الفيديو، وكنتمنى كذلك يعجبكم وما تنسوش اختكم بواحد اللايك وبارتاج مع الأهل والأصدقاء والحباب، علاش لا. في أمان الله، نخليكم تستمتعوا عويناتكم بهذا الجمال ديال هاد المنظمات كذلك وديال هاد اللوازم اللي تيجيبو هاد المحلات اليابانية. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعة، خليكم على فيديو حتى الاخر كي ما يتشاف. وبغيت نذكر فقط قبل ما نودعكم، بغيت نذكر على المدن اللي كيكون فيها هاد ميميسو او مينيسو. على الحد العلم ديالي كاين في الرباط في الدار البيضاء، وهنا المحل اللي تيسول على هذا المحل بالضبط هو في مدينة مراكش. وهذا المحل كاين في ثلاثة المناطق، ثلاثة البلايص، كاين في مينارا مول وكاين في كاري ايدن جيليز وكاين في مازار مول. كنتمنى لكم التوفيق الاستمرارية والنجاح والخير الكثير.